لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا نبقى معاك من كل مكان قوم وانحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده هنواصل مع حضراتكم رحلتنا مع سيدات مصر، طبعا كلهن من اصحاب المشروعات الناجحه. معادنا النهارده مع السيده منى حسين، مؤسسه مكتب منى حسين ديزاين هاوس اللي صممت اجمل بيوت ومشروعات مصر. كمان عندها علامة تجارية اسمها محلي، من خلالها بتقدم كل تصميمات المصممين الشباب، يعني دور اجتماعي عظيم جدا، بتساعدهم في تسويق منتجاتهم اللي هي في الأصل تستحق العالمية بالفعل. كمان هنقابل النهاردة المهندسة المعمارية رانيا جورج التي تقود مجموعة لونا لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية. هي سيدة فاضلة بالفعل ونجحت في قيادة واحدة من أكبر المجموعات العربية المتخصصة في مستحضرات التجميل، وحكايتها حلوة بالفعل وتستحق الظهور في برنامج الجدعان لأنها تحدي من نوع خاص جدا. خليكم معانا في حلقة هامة جدا مع مشروعات سيدات مصر. تشاهدون في حلقة اليوم الإزاز ده مصري؟ النفخ ده مصري؟ أنا يمكن عشان بحب التفاصيل فبهتم جداً إن ديزاين باكيج تبقى تفصيلية. بينفذوا التصميم بناء على رؤية حضرتك ولا رؤية العميل ولا بتعملوا رؤية موحدة بينكم انتوا الاثنين؟ عظيم. المفروض انك مش بتبنيه عشان فتره معينه بعد كده يقع، انت بتبنيه عشان يكمل الاجيال. انا ما كنتش عمري محضره نفسي ولا مفكره ان انا هكون قاعده في الكرسي ده. الست المصريه دي ست جهنميه عظيمه جدا عظيمه جدا. تشاهدون الآن الإزاز ده مصري؟ النفخ ده مصري؟ أنا يمكن عشان بحب التفاصيل فبهتم جداً إن ديزاين باكيج تبقى تفصيلية. بينفذوا التصميم بناء على رؤية حضرتك ولا رؤية العميل ولا بتعملوا رؤية موحدة بينكم انتوا الاثنين؟ السيدة منى حسين هي مؤسسة مكتب منى حسين ديزاين هاوس، وهو من أشهر المكاتب المصرية للهندسة المعمارية والديكور واللاندسكيب والأساس، ونفذوا أكثر من 450 مشروع على مدى 30 سنة بقيادتها في مصر والعالم. تصميمات مبهرة وديكورات مذهلة وخامات ممتازة، وعشان كده أرقى المنشآت في مصر من تصميم مكتب منى حسين ديزاين هاوس. السيدة منى حسين شهرتها كبيرة جداً، وهي بجدارة مصممة
بيوت المشاهير والأسر الراقية جداً والفنادق الخمس نجوم والمطاعم الكبرى سواء في الجونة أو القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد أو الساحل الشمالي وغيرها. ولما بتبدأ الإشراف على التنفيذ بصفتها ممثلة المالك مفيش حاجة اسمها هدر في الخامات أو خطأ في التصميمات المعمارية أو الديكورات أو حتى عدم التزام بالمواعيد، كل حاجة محسوبة وبدقة شديدة جداً وبالتالي التكلفة بتبقى حقيقية ومستحيل يبقى فيها أي زيادات رغم الجودة المذهلة والذوق اللي ملوش حل فعلاً. وخلي بال حضراتكم السيدة منى حسين متخصصة في التفاصيل وبتنفذها باحتراف وذكاء وبتحترم الخامات اللي بتشتغل بيها وعارفة تستخدمها في إيه وإمتى وإزاي، وبتمتلك مكتب هندسي محترم فيه أكتر من 50 مهندس مبدع من ولادنا شباب زي الورد، اديتهم الثقة والرعاية والتدريب فأبدعوا بجد ويقدروا ينافسوا النهاردة المكاتب العالمية ويتفوقوا عليها. أول ما طلبنا نقابلها وصلنا في الموعد اللي حددته بالثانية في بيت رائع بالشيخ زايد، هي اللي صممته لأن المعروف عن السيدة منى حسين التزامها العنيف بالمواعيد في حياتها الخاصة وشغلها، والمفاجأة إنها بتشتغل بنفسها وبإيديها. تعالوا نقابلها. أنا أقول لحركة على حاجة أن أنت واحدة من أهم مصممين الأساس والديكور في مصر، دايماً اللي بيدور على الذوق بيدور على السعر الكويس جداً بيدور على الفينش الحلو لازم بيدور على السيدة منى حسين. خلينا نبدأ من البداية، اتجهت الاتجاه ده إزاي؟ بعد ما تخرجت واشتغلت 10 سنين في مجال الادفرتايزنج ومجال الانتاج بتاع الفاشن، أنه ابتديت برودكت ديزاين، كنت بعمل ديزاين للايتنج وبرسمه وبعدين أخده للورش أصنعه. أنت اللي بترسم وحدات الإضاءة دي؟ كله. وعندي ورشة كانت في أرض اللواء وأصنع الحاجة عند مصنع الأخشاب عند الرخام فكانت لايتنج بماتيريالز مختلفة. وفي الورشة عندي بنعمل الكهرباء والشابوهات والكلام ده. بعدها دخلت في معرض لمارشي فأستاذ طريق نور مهندس سميح ساويرس قالوا لي عجبهم قوي السيت اب وقالوا لي محتاجين في شغل ديكور، عجبنا الطريقة اللي انت عملت بيها الديزاين. ومن هنا من برودكت ديزاين دخلت للانتيري ديزاين. احكي لنا وصلت لده ازاي؟ بص، البداية كانت ان الواحد مهم قوي يبقى المايند سيت ان هو يبقى لازم يبقى بروفيشنال. فلما دخلت في الديكور كنت بروح لمكاتب ترسم لي الرسومات بتاع التنفيذ الحاجات دي. فالواحد عشان ينجح لازم عوامل مختلفة تبقى متواجدة، أولهم أولاً الواحد يبقى بيحب اللي هو بيعمله ودايماً بيحسن فيه ودايماً عمره ما يحس إن هو في comfort zone أو يعيد نفسه، ودايماً يستعين بتيم يعلمه ويكبره عشان يكبر معاه. حضرتك شخصياً بقى وصلت إزاي لمرحلة إن المنتج بتاعك دايماً الفينش بتاعه حلو، الجودة محترمة جداً، الحاجة اللي موجودة في الرسم اللي أنت بتدهولي كصاحب المكان دي اللي بشوفها فعلا؟ انا يمكن عشان بحب التفاصيل فبهتم جدا ان الديزاين باكج تبقى تفصيليه. على مر السنين في 30 سنه او 31 سنه دول كل شويه الديزاين باكج والمانيوال بتاع الديزاينرز اللي احنا بنرسم بناء عليه عمال بيزيد، انه الاكسبيرينس بتاعت الحاجه والاشراف على التنفيذ بتخلينا بنتعلم ايه الحاجات لازم ناخد بالنا منها، لازم تبقى واضحه في الرسومات عشان ناكد ان احنا هننفذ صح. فإحنا بنشتغل كتيم بنعمل المراحل الرسومات دي وكل رسوماتنا فيها كل التوصيفات، يعني مفيش 3D بنحطه الحاجة اللي موجودة دي مش موجودة أو متنفعش تتنفس. دي نمرة واحد. نمبر 2 في حاجة اسمها Design Development Package، هي بعد ما بنعمل 3Ds في باكج تنفيذية اللي هو المقاول بياخدها بينفذ عليها، بتبقى addressing كل الألمنتس الموجودة في الديزاين، الأرضيات، كهرباء، الحوائط، الأسقف، حمامات، المطبخ، كل ده. وكل جزء ده لباكج رسوماته مع الموردين مع الكود بتاع الخامات المستعملة، فبتبقى كل حاجة واضحة جدا وبتساعد إنه المقاول يعرف يسعر بناء على حاجات متوصفة صح.
انا جاي لحضرتك دلوقتي والبيت بتاعي تعبت فيه في شقه عمري هو كده شقه العمر كله بيتحط في البيت ده اللي هو الفيرست هوم وعايز ابدا الديكور بتاعه ايه المرحله دي كلمين عنها وبعد كده هنتكلم على مرحله التاسيس او الاساس. طب المرحله بتاعت البيت اول حاجه ان احنا بنقعد مع كلاينت وبنديهم كويستشنير فبيبقى صاحبه البيت او صاحب البيت الاثنين مع بعض بنسالهم اسئله عن كل اوضه مقاساتها متطلباتهم مقاس السرير بيحبوا ايه ما بيحبوش ايه فدي بتبقى بنلم كده معلومات مهمه جدا تبقى الميتنج ده ساعه ساعتين بناخد منهم الكلام ده وبنحدد وقتها الطراز اللي هنشتغل عليه بالظبط والالوان اللي بيحبوها وما بيحبوهاش واللوك اند فيل والستايل والايرا اللي هم عايزين يشتغلوا بيه بعد كده نحدد معاد اسمه concept presentation. concept presentation بيبقى فيها الفكر بتاع الديزاين بيبقى فيها reference pictures فيها material board فيها elements فيها fabrics فيها أشكال للعفش وبنقدمها للعميل وبتبقى extensive presentation ده أول مرحلة تاني مرحلة schematic بعد كل ملاحظات العميل وكده لحد ما تبقى approved بيبقى 3Ds فالعميل بيشوف فبتلاقي before and after يعني الـ 3D وإحنا بننفذ كده على هذا الأساس بنخش في الـ Design Development Package اللي بنديها للمقاول المقاول بيسعر بندي لكذا مقاول بيسعر والكلاينت بيقعد مع المقاول وبينقي واحد منهم يعني أنا بقى بتعرف على التسعير بتاع المقاول؟ ونعمل حاجة اسمها Value Engineering ممكن الكلاينت يقول لأ أنا عايز أقلل budget شوية فنبص إحنا والعميل والمقاول نشوف إزاي نقلل budget بعد كده يبتدي مراحل التنفيذ واحنا بنشرف على المقاول ولما بنشرف على المقاول المقاول ساعات ممكن يعمل حاجه غلط او حاجه مختلفه او لازم يجيب عينات نعتمدها زي الرخام والحاجات دي لازم مستخلصات نراجعها فاحنا بنمثل العميل نقول لا ده ما تسلمش ده تسلم ده ممكن يتصرف فلوس المبلغ ده ده ما يتصرفش ده بالنسبه للعمليه الديكور في البدايه طب الاساس بقى خلصنا الموال الاكبر السباكة والكهرباء والمحارة والبتاع والتوضيب والأرضيات والرخام والكلام ده كله عملنا بيت إلى حد ما واضح صح؟ بينور صح. بالأساس والإكسسوارات والإضاءة تبدأ تخطط لها إزاي؟ دي بتتخطط من الأول من الكونسبت برزنتيشن إن التيم بتاع الديكور الحيطان والحوائط وكده بيشتغل وبيشوف الكرياتيف مع التيم بتاع العفش وهم الاثنين بيعملوا أول برزنتيشن بتاعت الكونسبت وهم الاثنين بيعملوا تاني برزنتيشن بتاعت التريتيز وانس المقاول ابتدى يشتغل احنا بنكون اوريدي خلصنا للعميل البيو كيو بتاعت العفش وانس الحاجات عجبت نبتدي نحط الاسعار بتاعتها طب ما عجبنيش ومحتاج حاجه على دماغي انا وهنضطر نروح لمصنع اساس ما فيش مشكله احنا بنعمل برودكت ديزاين في محلي البراند اللي احنا عملناه بيرسموا البرودكت وبنشوف اني مصنع او اني ورشه من الموجوده نتعامل معاها مستعده تعملها تعمل كوتيشن للعميل بيوافق عليها الداون بيمنت بتتعمل وبتتنفذ الحاجة خلي بال حضراتكم السيدة منى حسين مؤسسة مكتب منى حسين ديزاين هاوس شريكة في أتيليه روش بوبوا الفرنسي للأساس والديكور في مصر وده بيعرض منتجات بتتميز بفكر مختلف ومنتشر في العالم كله كمان هي زي ما قلنا متخصصة في التفاصيل ومفيش قطعة موجودة في تصميماتها إلا وهي فاهمة ومحددة مين المورد ليها وبأعلى جودة وأفضل سعر وكفاية إنها حتى العلامات الإرشادية الخاصة بالفنادق والقرى السكنية والسياحية والمطاعم هي اللي بتصممها بنفسها يعني تدخل المكان عارف أنت رايح فين ملهاش حل خرجت برا مصر لسه؟ خرجنا البيت السعودية، الإمارات، عمان، بحرين، أوروبا صممتي؟ عملنا في أوروبا عملنا يوتس مراكب وعملنا شقق وفي السعودية وفي البلاد العربية عملنا سيلانترو في المغرب كنا شغالين مع أوراسكو سيلانترو حركة اللي صممت كله في أوروبا الفكرة نفسها؟ كانوا 50 فرع لما كانوا owned by المجموعة الأولانية والمجموعة الثانية عملنا بجزء معهم ففوق الخمسين فرع حضرتك جات عليك فترة كان معروف قوي احنا نعرف بعد على فكرة وانا اعرف حضرتك من حوالي مثلا 15 او 20 سنة فالفترة دي حضرتك كنت الوكيل لروش بوبوا
صح كده؟ أنا واحد بمصر. ده من البارتنرز وده واحد من أهم مصممين الأساس في العالم، هو فرنسي وكان موجود في مصر هنا، فاستفدنا منه إيه؟ إحنا خدنا توكيل روش بوبا لأنه براند عالمي وبرضو السهل الممتنع، وكان عنده حوالي 300 فرع في جميع أنحاء العالم. بس تستغرب إن ده براند ديزاينز مش تنفيذ، عندهمش مصانع، يصمم بس. يصمم بس. روش بوبوا علمني حاجات كتير. قابلتهم شخصيا؟ طبعا. هما طبعا اتنين صح كده؟ هما في مرتين في السنة بنروح نعمل الكولكشن الجديد. طب احنا استفدنا حاجة من وجود تصميمات عالمية زي دي في مصر؟ طبعا. يعني في مصممين كانوا بيجوا وحضرتك كنت بتوريهم التصميم الفينش بتاعه استخدام الخياطه الادويه. بس كل مصممين مصر جم روش بوبوا وانكلودنج ماي سيلف، ان انا كنت بذاكر واقلب الكنبه واشوف عملوها ازاي ازاي دي شوف التفاصيل بتاعتها. بس ده هم كان نفسهم كانوا بيعلمونا وبيقولوا لنا المواصفات، وكل حد المواصفات النسب مهمه جدا، وإزاي كان كل ست أشهر تبص تلاقي لاينز مختلفة. وتعلمت حاجة مهمة قوي بالنسبة للبراند، الواحد لما يعمل أي براند، البراند بتبقى 10% منه الديزاينز مش بيجيب فلوس. مش بيجيب فلوس؟ فلوس بيجيب شهر. حضرتك النهاردة مسؤولة عن عمل قومي عظيم قوي محلي. محلي ده عبارة عن مجموعة من المصممين الشباب أبدعوا وسلموا لحضرتك تصميماتهم، عملت لهم علامة اسمها محلي وبدأنا نعرض منتجاتهم فيها. بس هو مشوار طويل شوية. طبعا بدأ قبل الثورة بأربعة أشهر 2011. القاهرة الجديدة. أيوة، في ديزاينوبوليس اللي هو اسمه ووك أوف كايرو دلوقتي. قعدنا فيه سنين لحد ما اتقفل، بس محلي حصل له ريفايبل لما نقلت فوتو واي وخدت محل ريتيل شوب. المحل ده ادلنا بقى فيه رجل أكتر، وحطينا مور ديزاينرز لانه الديفالويشن وحكايه الجنيه المصري مع اسعار الحاجات بره حمست ناس كتيره قوي، خصوصا شباب، خصوصا بقت الجامعات فيها الارتس والبرودكت ديزاينز والحاجات دي، انه يبقى في شباب بيعمل برودكت ديزاين. فابتدت تبقى في حاجات كويسه موجوده، لقيناها على انستغرام، فابتدينا نكلم الناس دي انتوا عندكم حاجات حلوه عايزين نعرضها في تحت البراند محلي، وسميناه محلي عشان يبقى كل ديزاين يقول ده محلي، انا حاجتي في المحلي، وانه هو محلي انه هو متصنع في مصر. ابتدينا بالموضوع ده وقاعد عمال بيكبر بيكبر، دلوقتي عندنا فوق ال 25 ديزاينر، واحنا بنعمل اور اون ديزاينز وبنصنعها برضو، لكن بنعمل كيوريشن. كيوريشن ان احنا بنعمل مود وثيم للكولكشن الجديده، بنبعتها للديزاينرز اللي بيحطوا حاجتهم وهم بيطوروا البرودكتس بتاعتهم، ودي الحاجه اللي انا اتعلمتها من روش بوبا. السيده منى حسين مؤسسه مكتب منى حسين ديزاين هاوس، نشات في اسره عندها تقاليد صارمه. الاب هو الدكتور ضياء محمد حسين، طبيب اطفال عليه رحمه الله، والام هي السيده صافي ناز سليمان، وتفرغت تماماً لرعاية أسرتها وبناتها، لكن كانت فنانة تشكيلية بالفطرة، بتحب الرسم وتصميم الملابس، ويمكن هي اللي شكلت وجدان السيدة منى حسين وخلتها دايماً مبدعة في أعمالها. أما أسرة منى حسين فهي صغيرة ومكونة من بنتها الكبرى زين وابنها علي. أما زوجها السيد أشرف محمود فهو مستثمر في قطاع صناعة السكر. دلوقتي هتكلمنا عن حياتها الخاصة. عايز أكلمك طبعاً عن الأسرة سواء الكبيرة أو الصغيرة. احنا عندنا الأسرة الكبيرة 50 مهندس شغلتهم يصمموا ويبدأوا، وعندنا الأسرة الصغيرة زين وعلي ربنا يحفظهم لك. احنا خرجنا في الأول دور جمال إبداع يعني، وطول ما انت واقف عمالة تبدلي أماكن الوحدات أكيد دي عين مدربة على الجمال، صح ولا لا؟ اتدربت ازاي؟ يعني خبرة سنين، والواحد دايما بيعلم نفسه، يعني دايما بيشوف كل ما هو جديد سواء جوه مصر او بره مصر. ولما بنيجي نشتغل لازم بنعمل اوبشنز ونعمل سيركيوليشن كده، ولا السيركيوليشن طب لو عكسنا القعده يمين بدل شمال، لو البول هنا. فكل التجارب اللي بتحصل دي على الورق بتوصلنا في الاخر احنا ومع العميل الى احسن حل ممكن. خلينا نتكلم عن والدتك ووالدك.
الوالد كان شغال ايه والوالده كانت شغاله؟ الوالد كان دكتور اطفال والوالده كانت ربت بيت. ربت بيت. كانش عندها هوايه في البيت معقول؟ لا كان طول اولا تطبخ احلى طبيخ. السهل الممتنع. حب كده بتطبخ طبعا. وهيلثي من زمان هي يعني. وكانت كل حاجه بتعملها لنا يعني كل بلوفراتنا لبسنا كل حاجات كانت ترسم لبابي حتى لو واحد اتحط في العياده عنده. هي كانت شاطره قوي بايديها. اتعلمتي منها الجمال اللي بيقول كده صح ولا لا؟ صح. طب نتكلم على الاسره الصغيره الاول. زين وعلي. مين كل واحد درسته ايه هوايته ايه؟ بنتي درست في جامعه امريكيه ماركتينج وديزاين. هي متخصصه عندها شركتها اسمها The Wonder Agency متخصصه ريتيل ديزاين. علي. علي درس في جامعه في امريكا انديانا بيردو درس سبورتس مانجمنت. اشتغل النهارده فين؟ اشتغل في دبي في السبورتس وجا في مصر حاليا شغال في ألمازة وإيفنتشلي هيركز أكتر في السبورتس. اتحركنا من الشيخ زايد للقاهرة الجديدة عشان نزور المكتب الهندسي الخاص بالسيدة منى حسين وبجد بتتابع فيه أدق تفاصيل مشروعاتها وهو ملحق بيه مكان ضخم اسمه محلي وبجد كان مفاجأة كبيرة لينا لأنها بتعرض فيه منتجات حوالي 25 مصمم مصري للأساس والإكسسوارات والإضاءات والديكور وغيرها وكلها منتجات راقية لدرجة مبهرة ومتصممة بعبقرية المصريين وفي شروط لعرض منتجات شباب المصممين وأبرزها تأسيس شركة عشان تضمن أنهم بدأوا طريقهم الحقيقي كمصممين محترفين. تعالوا نعمل جولة في محلي بجد مبهر. لان احنا في محلي دلوقتي. دي تصميمات مصرية؟ كلها. برافو جدا. بس في توجيهات من حضرتك فيها يعني اعمل لي ده؟ لا. ولا هم ده ابداعهم هم الشباب؟ لا هم اصلا ابدعوا واحنا نقيناهم ولما بنيجي نعمل كولكشن جديدة بنديهم concept of color scheme وكده عشان ياخدوا موديلاتهم يدوها تويست جديد. لكن هم اصلا يعني الازاز ده مصري؟ النفخة ده مصري؟ الألوان دي؟ أيوة إحنا ديناهم إنسبيريشن برضو بنحاول يعني بنشتغل ككيوريتر بنشتغل مع كل اللي هم مصنعين في منهم الحاجة حلوة وجاهزة عندهم في بنحاول نطور كل شوية فده كله إزاز ماوث بلون مصري كله الحاجات دي أنا بعتبرها روح البيت خلي بالك دي اللي بتنور البيت بالظبط دي الأكسسوارات اللي طبعًا. بتحلي الدنيا وحاجات دي غالية بقى ولا أسعارها؟ حلوة. لا مدري هنا بقى عندنا حاجة كمان interesting جدا واحدة عندها البراند اسمها شال هوميج دي خدت جايزة في ألمانيا هي بتلم قشر المكسرات والبيض والحاجات دي وبتعمل منها ده كله biodegradable تعمل منها حاجات زي دي الأبليكات قشر مش فاهم قشر بجد؟ قشر العين جمل والفستق واللوز والبيض يعني بتلم القشر يعني تعمل خلطة يتخلط منهم وتعمل بيه ده وياخد ألوان وعاملة قرص ترابيزات بس ده ما بينفعش outdoor دي برضو كلها مصرية صح؟ مش حاجة هنا ده كذا شركة ده فيش حاجة هنا مش كيلوس مصرية عندنا سال وعندنا ايه الحاجات الحلوة دي؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ اوبال ايه ده؟ كله حلو ده كله بالباكجينج حلو جدا تقدر تاخد الحاجات دي هدايا ودي بيتحط فيها شمعة فلذيذة والكبيرة دي زي أباجورة؟ أباجورة بالظبط حاجة وانت عملتوا الرخامة دي ازاي؟
دي ووتر جيت. الإزاز دخل في الرخام ازاي؟ ده ووتر جيت، ده مع مصنع مرمونيل عملناها. دي مخامة تحت وفوق. طب السانشوت ده اتعمل ازاي؟ الإزاز هو بقى شطرته انه بيبقى خارم في الإزازة وحتى في الرخامة بتسقط فتثبت المكان. السيدة منى حسين مؤسسة مكتب منى حسين ديزاين هاوس، ربنا خلقها مبدعة بجد بدون مبالغة، عينيها بتشوف الجمال وبتقدر تظهره في أي تصميم في مشروعاتها، وعشان كده بتشتغل مع شركات تطوير عقاري عملاقة زي السودك وهايت بارك والجونة وتطوير مصر وبالم هيلز والأهل صبور ومصر للإسكان والتعمير، بجد تستحق النجاح. تشاهدون بعد الفاصل. صرح عظيم، المفروض انك مش بتبنيه عشان فترة معينة بعد كده يقع، انت بتبنيه عشان يكمل الأجيال. انا ما كنتش عمري محضرة نفسي ولا مفكرة ان انا هكون قاعدة في الكرسي ده. الست المصرية دي ست جهنمية. عظيمة جدا. عظيمة جدا. تشاهدون الآن. صرح عظيم، المفروض انك مش بتبنيه عشان فترة معينة بعد كده يقع، انت بتبنيه عشان يكمل الأجيال. انا ما كنتش عمري محضرة نفسي ولا مفكرة ان انا هكون قاعدة في الكرسي ده. الست المصرية دي ست جهنمية. عظيمة جدا. عظيمة جدا. رانيا جورج أمين مهندسة معمارية مبهرة، وصممت ونفذت العشرات من المشروعات العقارية المذهلة في كل أنحاء مصر، تصميم معماري وديكور، ولكن مسارها اتغير تماماً ولقت نفسها فجأة مسؤولة عن إدارة شركة لونا بجلالة قدرها. ودي واحدة من أضخم شركاتنا الوطنية المتخصصة في تصنيع مستحضرات التجميل والعطور، وأحد أزرع مجموعة لونا الدوائية العملاقة اللي بتتكون من 6 شركات كبرى، يعني تحدي من العيار التقيل. رانيا جورج هي نجلة الدكتور جورج أمين، عملاق تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور، وأسس مجموعة لونا سنة 1966، وهو تخرج في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة سنة 1957، وحصل على 2 دبلومة في التحليل والكيمياء الحيوية، وأنشأ صيدلية كريستال بمنطقة العجوزة، واشتغل في شركات أدوية لمدة 5 سنين كاملين. كان بيفكر إزاي يدرس السوق المصري عشان يبدأ مشروعه الأهم، شركة لونا. وفعلاً أسس مصنع لونا في منطقة غمرة، دي كانت البداية. وفي سنة 2005 أنشأ مجمع عملاق لصناعة مستحضرات التجميل والعطور في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وكان حريص جداً على امتلاك أفضل خطوط للإنتاج واستخدام أجود خامات للتصنيع. وبالمناسبة أول منتج نجح في تصنيعه الدكتور جورج أمين، وما زال أحد العلامات المهمة في تاريخ شركة لونا لمستحضرات التجميل والعطور هي زبدة الكاكاو، لأنه كان على قناعة كاملة إن السيدة المصرية ممكن تبقى جميلة بأقل تكلفة، لأن وقتها زبدة الكاكاو كانت بتتباع بملاليم، وما زالت هي المنتج الأكثر شهرة ضمن منتجات شركة لونا، واتطورت بشكل كامل وبقى في زبدة كاكاو للسيدات والرجال والأطفال، وتقريباً مفيش مصري أو مصرية ما اشتروش زبدة كاكاو لونا.
دلوقتي هنقابل المهندسة المعمارية المبدعة رانيا جورج عشان نفهم منها إزاي مسارها اتغير سنة 2016 من مهندسة معمارية فزة بجد وعندها ولع بالحضارة المصرية وصممت أجمل بيوت في مصر لعضو منتدب لشركة لونا العملاقة لمستحضرات التجميل والعطور ونائب رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات وإزاي تفوقت مرة تانية على نفسها. حضرتك مهندسة معمارية والنهاردة بتقودي واحد من أكبر المصانع المتخصصة في مستحضرات التجميل. أنشأ هذا الاستثمار الدكتور جورج أمين، ده واحد من عمالقة صناعة مستحضرات التجميل في مصر وأيضا مجموعة كبيرة جدا من 6 شركات مهمتها أنها تقدم منتج وطني محترم سواء للسوق المحلي أو للعالم. عايز أعرف حضرتك توليت المهمة دي إزاي وإزاي من مهندسة معمارية لقيادة مصنع بهذا الحجم؟ أنا ما كنتش عمري محضرة نفسي ولا مفكرة أن أنا هكون قاعدة في الكرسي ده. أنا طلعت الأولى في ثانوية عامة في مدرستي واخترت بإيدي أني أدخل فنون جميلة عمارة، واخترت أن أنا أشتغل في فترة الدراسة وأن لما أخلص أشتغل مهندسة معمارية وأنزل مواقع وأعمل كل الكلام ده. حصل تغييرات في الإدارة في الشركة، لقيت أنه في حتة محتاجة تتملي من حد دايناميك، حد صغير، حد فاهم احتياج المرأة والعيلة لمنتجات عصرية سهلة ولامس أرض الواقع. فقررت أن أنا هساعد من بعيد، يعني هدخل كده أساعد شوية، والوالد هو ساعتها بقى اللي كان ابتدى يعني يرجع تاني لإدارة الشركة. أنا حسيت أنه في احتياج للمساعدة بس ما حسيتش أن أنا هدخل أدير، لغاية لما جيت في مرحلة حسيت أن أنا حقيقي بشتغل شغلانتين الاتنين محتاجين مني وقت كتير جدا، وكنت هبتدي يعني ابتديت بقى اتجوزت وهبتدي اعمل بيت، فكان لازم اركز في حاجه ما ينفعش اعمل الاثنين. فحسيت ان انا يعني في تضحيه هعملها ان انا هسيب طبعا اللي كنت هتبقى زع حديد مثلا في الوقت ده. لا، حديد مهندسه فزه عندها فكرة عظيم، ويعني هي ممكن ما تكونش موجودة دلوقتي أو معاصرة، لكن هو عملها بتتكلم وبتتكلم عنها إلى الأبد طبعا. وانت بتكمل أضفت إيه لما قعدت على الكرسي ده؟ وإمتى بتبقى رانيا جورج اللي دمها خفيف اللي بتحب تضحك، وإمتى رانيا جورج العنيفة جدا اللي ما بتقبلش الغلط في الشغل تحديدا؟ عنيفة لا، أنا عمري ما كنت عنيفة، بس حازمة، بس بضحك. انا ممكن اضحك جدا، وبالعكس انا بحب اضحك لاني صراحه انا بحب الناس اللي تشتغل معانا. تفتكري اول منتج كان بسبب المهندسه رانيا جورج؟ هي رانيا جورج جت هو كتير قوي. رانيا جورج جت غيرت حاجات كتير جدا، عملت ريبراندنج لحاجات كتير جدا، وفيها شغل كتير جدا، وفيها ديتيلز. منتج طبعاً اشتغلت عليه طبعاً ورجعتي، يمكن من المنتجات اللي عملتها زي ما بيقولوا فروم سكراتش او من البدايه، مثلا الصفر. المنتج اللي انت كنت بتكلمي عليه بتاع البرونزنج او التانينج جل، لانه ده كان منتج اي حد على البحر بيحب ياخد بقى تان ويبقى شكله كول وكده، فده كان من اكتر المنتجات اللي بحبها. بس لازم اقول لك كمان انه منتجاتنا عموما وانا يعني واحنا بنشتغل عليها انا ببقى very keen ان انا اتاكد ان انا بستمتع وانا بستعملها. هي مين لونا في الاساس؟ يعني لونا الاسم ده جه منين؟ الوالد هو سمى الشركه باسم لونا، وهو كان لونا معناه القمر بالتلياني، القمر بالتلياني. هو كان شايف انه ست مصريه ست زي القمر بحلاوه روحها، بحلاوه احنا بنقول في لونا بيوتي از سبيريت، سو الحلاوه هي روح، الروح الحلوه هي اجمل حلاوه. طبعا في ظل انخفاض القوه الشرائيه النهارده في مصر، عملت ايه في المنتج بتاعك وتسعيره وان انا اقدر ان انا انزله السوق المحلي بسعر عادل؟ لان انت عندك المنتجات بتاعتك ابوتك حلوه جدا، معنى كده انها غاليه، الخامات بتاعتك كويسه جدا، معنى كده انت بتجيبي من اكبر شركات في العالم، الفرقه بتاعتك كبيره، المصنع ضخم، اذا المصاريف عاليه جدا، بتعملي ايه انت؟ اقول لك الحقيقه، بحر كبير قوي. الحقيقه ان احنا بنطور، احنا مش بنكتفي انه دلوقتي المتاح هو يعني زي ما بيقولوا ليس في الامكان احسن من مكان، لا، احنا لقينا انه ما دام السوق مفتوح اكتر للمنتج المصري فاحنا لازم نطوره ونخليه احلى واقوى عشان نبقى جديرين ان احنا نقود السوق. خلينا نوري الناس المنتج المصري الوطني اللي حضرتك بتقدميه اللي يستحق فعلا الظهور في برنامج جدعان، وانا اتشرف بكده.
بالمناسبة أبرز منتجات شركة لونا لمستحضرات التجميل والعطور هي مستحضرات الشفاء ومجموعة العناية بالجلد ومجموعة الحماية من الشمس ومجموعة العناية الشخصية زي صابون الجليسرين والشامبو والشاور جل والصابون الفوم وكريمات الشعر ومزيلات العرق وغيرها. وكمان في مجموعة الاستحلاب وأشهر منتجاتها لونا ستريبس وأقلام الكحل والمونوكير والروج والكولونيات ومنتجات الغرغرة لحماية اللسة والأسنان وصنعوا منها منتج للأطفال خصيصاً وغيرها من المنتجات اللي نجحوا في توطين صناعتها في مصر. منتجاتنا منتجات التجميل كوزماتيكس عبارة عن منتجات اللبس أو الشفايف. إحنا مشهورين أي بقى في لونا بعنايتنا بالشفايف من أول زبدة الكاكاو، ودي لازم أحكي لك الحكاية دي لأنها حكاية جميلة جداً. والدي حقيقي دكتور جورج، دكتور جورج هو اللي كان ورا فكرة زبدة الكاكاو، وهو أول من صنع زبدة الكاكاو في مصر بالجودة دي وبالجمال ده. من أول زبدة الكاكاو لغاية الروش وكل ما هو بيتحط على الشفايف من عناية، من حاجات ملمعة، من حاجات بتعمل كأنها بلامتين، بتكبر سن الشفايف عشان تعمل ترند في العالم دلوقتي. أيوه. ترند عظيم. من أقلام بتحدد أو أقلام روج. وأسعار الحاجات دي ده ننافس بها برا؟ طبعا يعني بتنافسي برا؟ أكيد تركي يقدر ينافسنا. أنا دايما بقى بقول حاجة، هو المنتج مش سعر بس، هو المنتج سعر وجودة طبعا، لأن أنت بس هي معادلة سعر وجودة. سعر عشان كده بقول سعر وجودة. لازم يكون الاثنين. بلونا دايما سعر وجودة. من الحاجات التانية اللي احنا بنعملها برضو طبعا منتجات بتاعة الوش، من الفاونديشنز، من الكونسيلرز. احنا بنمتاز بالبرودكتس اللي هي البرو فاميلي دي، هو عبارة عن ميك اب بيس او بتحطه تحت الميك اب عشان يخلي الميك اب يعيش اكتر. وممكن كمان تحطه من غير حاجه، لانه مثلا البرو تاتش بتاعنا ده يعمل كانك بالظبط كده الفلتر اللي انتوا بتحطوه على الكاميرا. هو بيعمل فلتر على الوش وهو ترانسبيرنت، فبيخلي كل التجاعيد الصغيره. مش محتاجين فلاتر الموبايلات والكلام من ده؟ لا خالص، البرو تاتش ده بيشتغل الشغلانه بتاعتك. الفلتر بس لازم الفلتر. ايوه فلوس الفلوس. لا ده حقيقي. في زيه البرو لايت اللي هو بيدي لمع سنة او دايس. في ستات بتحب بالليل تبقى عندها واحد كده وبرزنت، ده برضو في الميك اب فيكسر اللي هو بتحطه عشان قبل الميك اب وبعد الميك اب عشان يثبت الميك اب. فقصدي احنا بنعمل حاجات حقيقي. زي المنتج اللي بيعمل الوهج ده برو لايت. خلينا بقى ننقل على مستحضرات تجميل الكريمات والحاجات دي. عندكم كوليكشن هايل، وانا مبسوط على فكره بالمنتج ده. لايك مام لايك مي. طبعا كل طفله صغيره عايزه تبقى بالملي زي مامتها، وبتعمل عشان كده بتقعد جنبها تقعد تبص عليها. انا مبسوط ان انت هتعمل لنا منتج لاولادنا. مفيش بنت او بنوته صغيره بتدخل اي مكان غير لما عايزه تاخد ميك اب. للاسف بيعملوا منتجات شديده السوق وبيجيبوا لنا منتجات من بره تضر اولادنا. فلما لونا بخبراتها تعمل منتج زي ده نبقى مطمنين، صح ولا لا؟ ده اكيد اكيد، لانه انا على فكره كل المنتجات اللي احنا بنعملها لازم انا اكون مطمنه ان انا اقدر استعملها ليا ولعيالي. انا عايز احكي لك حاجه، مثلا في منتجات العنايه بالشمس، انا عيالي لما اتولدوا، طبعا احنا في بلد كلها شمس، انا كنت بستعمل البيبي سان سكرين او بيبي سان بلوك على الاطفال، اطفالي من اول 3 شهور خلاص انا عارفه احنا بنحط ايه. فانا واثقه جدا انه this is the purest and the best فورمولا اللي ممكن استعملها عشان احميهم من الشمس، واحنا حتى بنتحرك في عربيه او رايحين على البحر او حاجه، وحتى تحت الشمسيه، لان انت لازم تعمل وقايه طبعا حتى لو انت تحت شمسيه. طبعا احنا بالبادي كاتيجوري بتاعتنا بنقدم حلول لكل الاحتياجات. يعني بنبتدي من اول الشاور جل بتاعنا، وعلى فكره الشاور جلز بتاعتنا فيهم ميزه very special، ان احنا بنحط moisturizers او المكونات اللي بتنعم البشره، مش بس انك انت بتستعملها كانها صابون شاور جل، يعني احس ان في كريم على الجسم. دفنتلي. لان انت محتاج ترطب البشره بالذات في البيئه بتاعتنا اللي هي فيها حر وفيها بالليل بيبقى برد ساعات جامد وفيها دراينس عالي. وبالتالي حقيقي مستحضراتنا كلها دايما بتمتاز
لا عندنا عندنا بلشيا باتر بالروزن ميلك تويست بيري كوتن فلاورز وده من اكتر خليني بقى خليك معرفش ما حدش هيعرف يا شباب بس انت هتقول لنا انت رايك فيها ايه العطور دي منين بقى العطور دي احنا بنجيبها من بره لكن احنا كمان بنعمل حاجة بنشتغل عليها بحيث ان احنا بنطورها عشان نقدر نحط جزء يبقى كمان لوكل موجود من مصر ان احنا عندنا شركة في يعني في بعض عطور بتبقى من بره في بعض العطور بتبقى من الشركة الشقيقة بتاعتنا اللي هي بتصنع اوريدي عطور عشان نقدر نحطها في المنتجات بتاعتنا لك على المرتبات دي السوق المحلي 90% من المنتجات اللي فيه مستورده في المرتبات فحضرتك كده نازله بتقولي انا موجوده بس لازم اقول كمان. انه برضو احنا بنقدم حلول كتيره جدا لترطيب البشره طبعا احنا معروفين بالايموليانت لونا ايموليانت وده كاتيجوري مهمه جدا عندنا ليه لانها حقيقي بتغطي اعجابي بالعبوات بجد؟ حلو قوي اشكرك ميرسي جدا على فكره العبوات دي احنا اللي رسمناها هنا وصنعناها في مصر عملنا المولز شطر. ولازم اشيد كمان بالشركات المصريه بتاعه العبوات اللي هي فعلا بتطور من نفسها عشان ظهرنا من اهم صح. اسباب البيع طبعا عشان يعرف قيمته عامله ازاي كمل لنا المنتج من جوه عامل ازاي طبعا احنا بتختلف درجات العنايه في الايموليونت ما بين البدايه خالص اللي هي الجليسرين والجوجوبا للايد بنوصل وراء الكولاجين والفيتامين للوش وبدال السوفت كريم اللي هو الكريم الخفيف اللي بتستعمله يوميا لغايه لما تدخل وراها للشيا باتر اللي هو فيري ثيك كريم ومغذي جدا لتقدر تفرده على الجسم بس عشان يرطب ترطيب عميق بالظبط طبعا معانا كمان الكوكوا باتر واحنا معروفين بيه جدا لانه يعني عايز اقول لك انه المنتج ده كمان بيساعد انه يضيع الستريتش ماركس طبعا الست الحامل وهي بتبقى حامل الجلد الجلد انا كنت بستعمله وانا حامل في بناتي هو فعلا منتج لانه غني بالبانتينول بالفيتامين اي بالكوكوا باتر بيغذي انسجه جلد. الجلد الانسجه بتاعت الجلد فبالتالي بيديها مطاطيه الاستيسيتي اول لما بتحط تشيل العلامات دي فيمتع العلامات تظهر لان انت خلاص انت ليه بتعلم لما بتشد الجلد طبعا مع التسعة اشهر حمل وكل شويه بيحصل مط للجلد خلاص الجلد بيترحل وبيبان فيه الماركس المنتج ده منتج سحري اسمه لونا كوكوا باتر هاند اند هاند ممتاز انا عاجبني ان انت ماشيه بتحلي حلول بتقدمي حلول لمشاكل هي المجموعه دي يا جماعه عايز اقول حاجه ده مش اعلان ده منتج وطني محترم لازم نتكلم عنه لازم يشرحوه لازم نفهم ان احنا عندنا منتجات مش محتاجين نستورد من بره اللي يقول لك لا انا ما استخدمش غير الماركات العالميه مع احترامي لونا في العالم ماركه عالميه كنا لازم نقابل الدكتور جورج امين عملاق صناعه الادويه ومستحضرات التجميل والعطور وتوجهنا ليه في بيته المبهر بقريه جرانه بطريق القاهره الاسكندريه الصحراوي عشان نفهم منه ازاي نجح في تغيير مسار المهندسه رانيا جورج ركزوا معاه رانيا هي كانت عندها بكالوريوس هندسه وديكور وكانت غاويه الشغله دي وكانت عايزه اعمل لها شركه عشان الديكورات والبتاع والحاجات دي رفضت انا في هذا الموضوع وعينها عضو منتدب وفي نفس الوقت نائب رئيس مجلس الإدارة يعني أنا بقول لرانيا مش أنا بقول لك اعملي واحد اتنين تلاتة لو واحد أو اتنين أو تلاتة مش عاجبك قولي لي اللي أحسن منه ونتناقش مع بعض أحسن حاجة ديمقراطية ولكن إنك أنت تسر أو تسمع من فلان واخد بالك يجوز إنه مش مظبوط وعشان كده أحسن تسأل وتعرف وتطرق الأبواب تلقى النجاح
اللي قدام حضراتكم دي هي السيدة الجميلة الدكتورة سميرة خضر، والدة المهندسة رانيا جورج، ورفيقة الكفاح للدكتور جورج أمين، وهي بالمناسبة تولت إدارة الصيدليات مع الدكتور جورج أمين في بداية حياتهم عشان يتفرغ للصناعة. وهتكلمنا دلوقتي عن روحها بجد المهندسة رانيا جورج. رانيا بنت شاطرة جداً، موفقة بين بيتها وبين شغلها، يعني رغم إن كانت تشتغل كمهندسة ديكور لكن لقيت إنه باباها محتاجة تكون مع جنبه يعني في الشغل، فعلاً تركت كل حاجة وراحت لباباها. والدليل النجاح اللي قايمة فيه في الشركة اللي بسمع من كل الناس من بره إن فعلاً إن الشغل حلو جداً. تربيتي لولادي تربية أم مثالية، أتكلم بجد يعني. أولاً مفيش مدرس دخل بيتي، دايماً بساعدهم إنه يعتمدوا على نفسهم. الثلاثة ما شاء الله كانوا من أوائل في المدرسة، فدي دي حاجة كانت مريحاني أنا بتربيتي ليهم حقيقي. تشاهدون في حلقة السبت. دايما شايفة الأحجار بشكل مختلف، شايفة فيها إبداع الطبيعة. إيه اللحظة اللي قلتي فيها أنا هعمل علامة تجارية اسمها سبحة؟ السبحة نفسها بتحس بيها؟ طبعا. عارفة ده درس لكل أب، إزاي يشجع ابنه أو بنته على الموهبة، يكتشف الموهبة بتاعته بدون الضغط. السدو هو التكنيك والمنتج بتاع النول، بتحس إن الموضوع ما يبقاش صاري في اللفظ الزيطة. حضرتك تقدري بطرز البوه المختلفة دي وبالقطع اللي انت عملها تفرشي بيت كامل؟